أول حديث هنا في منطقة الفلاش انترفيو الكابتن الحاضر الغائب الكابتن مشعل العنزي لاعب نادي الرائد. كابتن في البداية رحب فيك، ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كابتن، من يشاهد الرائد اليوم يعني كان يبغى يفوز بأقل الخسائر. إيه صحيح، عندك ضغط مباريات، ثلاث مباريات الأسبوع القادم، وعارف انت يعني فريق يعني ممتاز صراحه فريق الصفا، لكن مقفلين كثير، صعب انك تلعب كوره معهم، لازم تجريهم ملعب كرة الطويله والخشونه الزايده، فاجباري تطلع باقل الخسائر. اليوم كابتن كانك زعلان مع التغيير. لا ما زعلان، بس انا صار لي مده ما لعبت، ودي اني اكمل يعني حساسيه المباريات فتره طويله ما لعبت. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا للكابتن مشعل العنزي، ايضا الكابتن الحاج عيسى المحترف في الجزائري في صفوف نادي الصفا. تفضل كابتن لاعب نادي الصفا المحترف الحاج عيسى. في البدايه رحب فيك كابتن. الله يسلمك. هارد لك. خساره يعني ربما للصفا، بلنتي في وقت مبكر، كان بالامكان استغلال الفرصه هذه وتسجيل هدف. والله كنا ممكن نستغل الفرصه هذه اما ضيعناها، ودينا مباراة جيدة يعني الحمد لله. نشكر جميع اللاعبين على المباراة اللي قدموها اليوم، حتى فريق الرائد كان فريق قوي، والحمد لله احنا يعني ادينا اللي علينا، والتوفيق من عند الله، ما كتبناش اليوم الفوز ان شاء الله، ما زال عندنا مباريات تاع دوري ان شاء الله، ان شاء الله نركزوا معاهم ان شاء الله. كابتن بصراحة مستواك انت على المستوى الشخصي الشوط الاول كان اعلى بكثير من الشوط الثاني، هل هو ضعف في الجانب اللياقي؟ لا والله يعني وش قاعد اقول لك، ما بين الشوط الاول والشوط الثاني يعني نقول لك ممكن هبط شويه الريتم تاع المباراه وهذاك، بس الحمد لله يعني كان فيه عندنا مباراه قبل يومين، الحمد لله يعني اذا عندنا ضغط على مباريات صح سيرهم ان شاء الله، الحمد لله شوي شوي احسن شكون ان شاء الله. كابتن كان اليوم كنتم مركزين على المباراه القادمه المهمه امام الدرعيه؟ عندنا مباراه مهمه ضد الدرعيه ان شاء الله نركزوا لها، ان شاء الله ننساوي الخساره هذه، ان شاء الله عندنا مباراه مهمه ضد الدرعيه ان شاء الله نكونوا مركزين باش نفوزوا بها ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا حبيبي. شكرا للكابتن الحاج عيسى المحترف الجزائري في صفوف نادي الصفا. في انتظار ايضا الكابتن. تفضل كابتن احد لاعبي الرائد في هذه المواجهه. يعطيك العافيه كابتن. الله يعافيك. في البدايه رحب فيك، الف مبروك الفوز وتاهل دور 16. الله يبارك فيك حبيب قلبي. هذا مو فوز بصراحه، اليوم جينا بصراحه تعرف دوبنا مخلصين مباراه بصراحه قبل يومين، وجينا حاليا وصراحة زي ما تقول يعني معسكر صغير، وإن شاء الله نستعد حق مباراة الأهم اللي هي مباراة الدرعية بإذن الله إن شاء الله يا رب. كابتن بصراحة اليوم نادي الرائد أكثر يضع أكثر من علامة استفهام، خصوصا من الجانب الهجومي، هجمات سهلة كثيرة تضيع. والله بصراحة اليوم نادي الرائد أتوقع ما كان معتمد على اللاعبين الأساسية، أتوقع أكثر اللاعبين كانوا أتوقع من الفريق الثاني يعني، ويعطي فرصة حق الفريق الثاني، بس ما شاء الله عليهم حتى الفريق الثاني يعني بصراحه اليوم كانوا ممتازين. احتجتوا وقت الى دقيقه 75 للتجانس اكثر؟ يعني تقدر تقول كذا. الهدف تاخر كثير. والله الحمد لله رب العالمين، تعرف ضيعنا ضربه جزاء بدايه الشوط الاول، بس الواحد يقول الحمد لله رب العالمين. يعطيك العافيه. الله يطول لي عمرك. شكرا. شكرا للكابتن محمد كداد لاعب نادي الدرعيه في هذه المواجهه. تفضل كابتن احد لاعب نادي الدرعيه، احد لاعبي نادي الصفا. يعطيك العافيه. في البدايه ارحب فيك، الف مبروك الفوز. فوز خليني اقول لك بارد، الى دقيقه 76 الرائد ما يسجل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء مبروك لنا وهارد لك لنادي الصفا. والله والحمد لله، انت عارف انت شايف يعني في البدايه يعني ما كنا عارفين كيف نلعب، بس الحمد لله يعني الشوط الثاني نزلنا ونزلنا انه نركز انه لازم نخلصها من بدري، الحمد لله يعني سجلنا والحمد لله توفقنا، ومبروك لنا برضه فهد لك نادي الصفا. كابتن بصراحه تغيير مجموعه كبيره من الاسماء اثر على مستوى الرائد في هذه المواجهه؟ لا والله ما اثر، بس زي ما اقول لك يعني عندنا الاحتياط زي اللي الاساس يعني كلنا زي بعض يعني ما في فرق باي لاعب، بس يعني عندنا مباراه بعد اربع ايام ادري خمس ايام مع الاتحاد يعني، المدرب ريح لعيبه وان شاء الله باذن الله يعني برضه الرائد ما يوقف على لاعب واحد زي ما يقولوا، بس الحمد لله اهم شيء فزنا، اهم شيء ثلاث نقاط. شكرا لك كابتن. حبيبي. إذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية لمواجهة الرائد والصفا. ألف مبروك لنادي الرائد التأهل لدور 16، حظ أوفر.